بداية لازم نركز على موضوع المراهقة نفسها كمرحلة انتقالية في حياة هذا الإنسان. طبعا المراهق سابقا كان طفل، كان معتمد في كل شيء على والده أو والدته، اختيار ملابسه، أكله، وقت نومه، مدرسته، أصدقائه، وكل هذه الأمور. فيبدأ ينتقل لمرحلة أكبر عمريا يكون فيها نوع من التغييرات النفسية، الاجتماعية، السيكولوجية، أو حتى في قدراته المعرفية. فيبدأ يحاول إما أنه يلفت الانتباه بهذه التقاليد، بهذه الموضة، أو نوع من محاولة أنه ينضم لمجموعة معينة محببة له. بالضبط، يعني الأصدقاء دائما نقول أصدقاء أكيد. يلعبون دور مهم في حياة نعم. المراهق، وإذا كل اللي حواليه لابسين تي يعني هو بروح اللي بيلتزم مثلا؟ مثل ما قلت الأصدقاء في هذه المرحلة بالذات لهم تأثير كبير. الأقران دائما يكون تأثيرهم إما في الفكر أو في السلوك، حتى في الملابس يبدأ هذا المراهق أنه هذه مجموعتي، هذه الأقراني، فأنا حاب أني أنا أكون معاهم وهم يلبسون هذا الشيء، فأنا لازم ألبس عشان أكون منهم. طيب، يمكن السؤال التقليدي بس اللي راح يقودنا لسؤال آخر، شو تأثير هذه التقاليد على هويتنا وعاداتنا وتقاليدنا؟ نعم، طبعا على أساس نجاوب على هالسؤال لازم نعرف إذا كانت هذه القيم والتقاليد وحتى العادات موجودة ومغروسة في هذا المراهق سابقا من الطفولة ولا. إذا كانت موجودة فهي بتكون مرحلة إن شاء الله، ومع بعض التعديل في السلوك والتوجيه بيتخطاها إن شاء الله بدون أي تغيير يعني جوهري في شخصيته. لكن إذا لم يوجد هذه الأسس ولم تزرع في هذا المراهق بيكون تأثيرها للأسف كبير، بتأثر على سلوكياته، توجهاته، اتزانه النفسي وشخصيته في المستقبل، بتأثر على اختياراته، ممكن تكون سبب في أنه يحاول يلفت الانتباه، إحساسه بنوع من الصراع في الداخل ما بين المجتمع اللي هو عايش فيه ما بين أقرانه أو توجهاته الشخصية. أنت يعني أنا كأم في الجملة أنت قلتيها طمنتني نوعا ما، قلتي أنه إذا في أسس انغرزت في هذا المراهق منذ الطفولة فهذا التغيير هو تغيير وقتي. نعم. وراح يرجع لطبيعته أو لجذوره مثل ما نقول. كيف هني نتعامل نحن، كيف نضمن أن هذا تغيير وقتي، وكيف نتصرف حتى لا نجبره أنه يأخذ منحنى آخر؟ نعم، يعني مثل ما قلت من شوي أن نغرس في العادات والقيم والتقاليد وحتى كل الأشياء اللي إحنا نعتقد أنها محببة في مجتمعنا وصحيحة من نعومة أظافره. ما في موضوع أن هذا الطفل صغير ما بيفهم، نفهمه على قدر سنه وقدراته يبدأ يكبر. الشرط الثاني أن إحنا نكون القدوة،